عايز أبدأ النهاردة بإني أقول، وعلى غير العادة في مقدمات البرنامج، إني من المعجبين بتشارلي تشابلن، العبقري البريطاني اللي قدر يحول حياة البؤس اللي كان عايشها لحياة مختلفة، فبقى أشهر كوميديان على مر العصور، رغم إن كل شغله تقريبا كان في السينما الصامتة. كان فنان متكامل، ممثل ومؤلف موسيقى، وقدم ابتكارات تكنولوجية في وقتها كانت جديدة جدا. حياته حتى بعد الشهرة ما كانتش سهلة، هجموه وقالوا عليه شيوعي، وقالوا عادوا كل مرة بينتصر، واسمه فضل اسم كبير، واللي هجموه ولا حد هيفتكرهم إلا اللهم السيناتور ماكارتي اللي اتسمت باسمه الطريقة المكارثية، وده اتهام سلبي الحقيقة. مش مهم القصة ولا سبب إعجابي بيه، لكن حابب أنقل كلمة قالها تشارلي تشابلن عن الكوميديا شبه طريقتنا كمصريين. قال: من الحقائق العجيبة في عالم الكوميديا إن المآسي توحي بالسخرية، لأن السخرية موقف من مواقف التحدي، فنحن نسخر من مواجهة القوي الذي نقف أمامه عاجزين، وإلا أصابنا الجنون. الكلام ده مصري قوي مش كده؟ دايما بنسخر من مشاكلنا ونعمل عليها نكت، والكلام ده مش النهاردة بس، ده من زمان، مش من 10 سنين ولا 100 سنة، ده جزء من الشخصية المصرية العبقرية. احيانا بنقول هو احنا ليه طول الوقت بنسخر من حلة؟ والاجابة هي اننا بنقدر نعدي على مصاعبنا بابتسامة وضحكة، وده طابع مميز لينا كمصريين. اتكلم عنه تشارلي تشابلن مش فيما يخص المصريين، لكن فيما يخص الكوميديا وصناعة الكوميديا، انها اسلوب لمواجهة التحديات اللي الخروج منها صعب، فنبتسم ونضحك شوية، وبعدين لما يمر الوقت بنضحك عليها قوي. صح ولا ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة تفقد الأكاديمية العسكرية المصرية، ومعاه الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة. تعالوا نشوف. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأكاديمية العسكرية المصرية، يرافقه الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة. وقد قام الفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية بتقديم عرض للسيد الرئيس عن الأنشطة الجارية بالأكاديمية، حيث تفقد السيد الرئيس اصطفاف طلبة الأكاديمية ومتابعة أنشطتهم التدريبية والتعليمية، وأثنى سيادته على انضباط الطلبة وحرصهم على تطوير مهاراتهم وبذل قصارى جهدهم في إطار المنظومة التعليمية بالأكاديمية، بما ينعكس بشكل إيجابي على أدائهم. كما شهد السيد الرئيس جانبا من اختبارات الالتحاق بعدد من الوظائف في الوزارات وجهات الدولة التي تتم بالتعاون والشراكة مع الأكاديمية العسكرية المصرية،
بهدف إعداد وانتقاء أفضل الكوادر للعمل بالجهاز الإداري للدولة. وقد أكد السيد الرئيس في هذا الصدد على التعاون والشراكة بين جميع الأجهزة المعنية لتوفير التدريب المتكامل والمناسب وفقا لأعلى المعايير العلمية والفنية لانتقاء المتقدمين للوظائف العامة، مشيرا إلى ضرورة تكثيف الجهود الرامية لإعداد أجيال وكوادر عالية الكفاءة، بما يحقق طفرة ملموسة في أداء الجهاز الإداري للدولة وفي مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. عايز اخدكم للموضوع اللي احنا منتظرينه من يوم الاربعاء اللي فات، من ساعة ما الحكومة الجديدة حلفة اليمين قدام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو بيان الحكومة. النهاردة الدكتور مصطفى مدبولي عرض برنامج الحكومة الجديدة الممتد لثلاث سنين قدام مجلس النواب. محور الامن القومي هو اللي تصدر برنامج الحكومة، واكد العمل على تطوير سياسة مصر الخارجية ودورها العربي والإفريقي والحفاظ على أمن مصر المائي باعتباره هو وأمن الطاقة والأمن السبراني لا يتجزأ من الأمن القومي. وقال شغالين على تعزيز التعاون مع دول حوض النيل بشكل ثنائي وعدم التفريط في حصتنا في النيل، مع العمل على تقليل فاقد المية وترشيد استخدام مية الري وحماية المية من التلوث. لأن البرنامج الحكومي مبني على التكليفات اللي الرئيس السيسي إداها لرئيس الوزراء وهو بيكلفه بالحكومة الجديدة، فالمحاور الأساسية حضراتكم عارفينها وقلناها يمكن أكتر من مرة هنا قبل كده. الأمن القومي محور أول، والتاني هو محور بناء الإنسان. فالدكتور مدبولي اتكلم عن مدارس النيل ومدارس المتفوقين وخفض معدلات البطالة، خلق فرص عمل بتحسين بيئة العمل والإنتاجية، اهتمام خاص بسياسات الإسكان والمرافق والتخطيط العمراني والتوسع في المدن المستدامة ومدن الجيل الرابع، وقال انتهينا من تطوير المناطق غير الآمنة، التركيز اللي جاي هيبقى على المناطق غير المخططة، وبسرعة نوصل خدمات الصرف الصحي لكل القرى المصرية. طبعا محور حضراتكم كلكم مهتمين بيه اهتمام كبير جدا هو محور الاقتصاد. فرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اتكلم عن بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمار وتمكين القطاع الخاص وضبط الأسعار والحد من التضخم في اقتصاد مرن. اتكلم عن تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر باستراتيجية قومية من 2024 ل 2030، وقال صمود اقتصاد مصر في مواجهة الأزمات وتجاوزها ده كان سببه برامج الإصلاح الهيكلي اللي تمت الفترة اللي فاتت، وبيقول احنا بنستهدف زيادة معدل النمو في أول سنة للبرنامج بتاع الحكومة بشكل يخرق فرص عمل ويدمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، يبقى فيه اقتصاد تنافسي يتبنى إصلاحات اقتصادية وانضباط مالي ويعزز الاستدامة المالية ويزود الإيرادات العامة ويرفع كفاءة الدين العام. رئيس الوزراء اتكلم عن مستهدف خفض فجوة النوع في سوق العمل برفع مشاركة الإناث في القوى العاملة، مع ان مصر الحقيقة يعني محققة ارقام كويسة، بس رئيس الوزراء والبرنامج بتاع الحكومة بيتكلم على زيادة في مساهمة الإناث في الاقتصاد، وبيتكلم برضو على زيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي ومضاعفة الاستثمارات العامة الخضراء، فمصر تبقى مركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر في سنة 2030. طيب خلينا نعرف أكتر عن اللي دار في هذه الجلسة الهامة من النائب المحترم طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. أهلا وسهلا سيادة النائب. أهلا يا فندم، مساء حضرتك. مساء الخير. مساء النور على حضرتك. يعني عايز أعرف بقى كده انطباعاتك يعني عن هذه الجلسة والمحاور الرئيسية كنا عارفينها لأنها من تكليفات سيادة الرئيس للحكومة الجديدة، لكن ما جاء مضمونا فيها حضرتك شفته إزاي؟
يعني ما جاء في طيات عرض السيد رئيس مجلس الوزراء لبرنامج الحكومة الجديدة جاء بناء على التكليفات الصادرة من القيادة السياسية. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أبان تكليف سيادته للدكتور مصطفى مدبولي في 3 من يونيو 2024 بإعادة تشكيل الوزارة مرة أخرى. يمكن شاهدنا أن حجم التغييرات أتى بنسبة تزيد عن 70% في على مستوى الوزراء أو السادة المحافظين. أيضا استحداث مناصب أو توسعة يعني تعيين أو اختيار لنواب الوزراء أو نواب للسادة المحافظين، هذا يأتي في ظل التحديات التي تمر بها مصر. يمكن كما جاء في معرض كلام حضرتك قبل أن أشرف بدخول معك الإشارة إلى التحديات التي خاضت فيها مصر خلال الفترة الماضية، سواء كانت التحديات الاقتصادية أو التحديات الاجتماعية أو التحديات الصحية اللي احنا خدنا فيها، أو من ناحية أخرى يمكن ده كان ما أحد المحاور الرئيسية في خطاب التكليف للسيد رئيس مجلس الوزراء، وأيضا في معرض حديثي اليوم أمام مجلس النواب، وهو الأمن القومي المصري والتحديات التي تمر بها مصر والمنطقة والإقليم بشكل عام، سواء كانت تمس الحدود الشرقية أو الغربية طيب سيادة أو النائب، يعني الجنوبية انتوا أو الشرقية. استقبلتوا كلام السيد رئيس الوزراء ازاي؟ يعني نحن بصفتنا نواب ممثلين للشعب المصري يهمنا على المستوى الأول المشاكل الاقتصادية والتحديات الاجتماعية التي تمر بها مصر، يمكن على رأس أولويات هذه التحديات يعني إقلاء تقليل فجوة الدين العام، النهوض بالاقتصاد بمنظومة الاقتصاد بشكل يعني محدد، خلق فرص استثمار جديدة لجذب رؤوس أموال، خرق فرص عمل للشباب، بناء استكمال بناء البنية التحتية سواء كانت في متمثلة في انا المدارس أو متفاهم يا المستشفيات فندم، أو يعني غيرها. احنا عندنا البيان، لكن البيان وبيان الحكومة وبرنامج الحكومة، انتوا بقى لما جالكم هذا البرنامج وسمعتوه النهاردة، رد فعلكم عنه هو ارتياح؟ رد فعل عنكم في انزعاج، ان في سعادة، ان لا ده الكلام ده محتاج مع دراسته بعد كده لازم نتعامل معاه بشكل تاني؟ النواب رأيهم ايه؟ طيب أنا خليني أتكلم على الهدف والمستهدف. يمكن النواب استقبلوا الكلام، ولكن في حالة ترقب لعمل أو تنفيذ الوزارة لهذه الرؤية الكبيرة. يمكن خلال ال10 أيام القادمة اللجنة المشكلة ستقوم بدراسة بيان السيد رئيس مجلس الوزراء وخطة الحكومة خلال الفترة القادمة، وبالتالي هيتم يعني تقييم هذا البرنامج وعرضه على اللجنة الجلسة العامة في مجلس النواب والموافقة على البرنامج أو إجراء بعض التعديلات أو يعني يعني إضافة ما يمكن إضافته مع بالتنسيق مع الحكومة. بالتالي يعني إحنا بنصل إلى ما يرجوه المواطن المصري. طبعا بصفتنا السلطة التشريعية والرقابية على أداء السلطة صحيح. التنفيذية خلال الفترة القادمة هيكون لنا دور مهم جدا لمراقبة تنفيذ جنبات هذا البرنامج، خاصة أن البرنامج يأتي مع انتهاء الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب في يناير 2026، فبالتالي استكمال هذه الرؤية ستستكمل مع المجلس الجديد، فبالتالي سيمثل السيد رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء أمام المجلس ل يعني تقييم المرحلة الأولى من البرنامج اللي وده مدته شيء 3 سنوات مهم جدا. السنة الجاية بالظبط. بشكر حضرتك شكرا جزيلا النائب المحترم طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. الحقيقة عايز أقول إن أنا وقفت عند جزء مهم في كلام الدكتور مصطفى مدبولي لما قال إن برنامج الحكومة هيشمل التعاون مع كل مكونات المجتمع المصري. قال الحكومة بتسعى إنها تفتح قنوات فعالة مع كافة أطياف صنع القرار وتفاهم مشترك بيشمل اجتماعات دورية مع مجلس أمناء الحوار الوطني، مع النقابات، مع الأحزاب، مع الشباب، مع المرأة. قال الحكومة ملتزمة بالشفافية وتوفير المعلومات للمواطن، ونحط هنا خطين تحت كلمة توفير المعلومات للمواطن لبناء الثقة وتعزيز الانتماء.
فمجلس أمناء الحوار الوطني بعد البيان على طول بعد ما قدمه الدكتور مصطفى كتب على صفحته أنه بيتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على حرص سيادته على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ومواصلة العمل من أجل مجتمع أكثر شمولا وازدهارا، ويثمن تصريحات دكتور مدبولي خلال عرض برنامج الحكومة الجديدة على الاعتماد البرنامج على توصيات جلسات الحوار الوطني، ما يؤكد حرص الحكومة على عملية الإصلاح الشاملة اللي تحقق الاستقرار على المدى الأطول والمساهمة في التنمية ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية. خلوني أرحب بالنائب المحترم سليمان وهدان عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد. أهلا وسهلا سيادة النائب. أهلا بيك فندم، زي حضرتك سامي بيك. ازي الصحة، وحشنا يا فندم. مساء الخير يا سامي بيك. مساء النور، وحشنا يا فندم، سامعني؟ الله يحفظ سيادتك، كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك بالصحة والسلامة. سيادة النائب، يعني النهاردة برضو أنا أعتقد أنها نقطة مهمة جدا في بلدنا في الفترة اللي جاية. حضرتك سامعني ولا مش سامعني؟ مش سامعني ها؟ طب النائب خطاب يعني النهاردة دولة رئيس وزراء هو يعتبر خطاب شامل، ويمكن هو تم تحويله او الى لجنه خاصه تبدأ فعالياتها من يوم الاربعاء القادم من الساعه 10 حتى يمكن الساعه 7 مساء. لكن عايز اقول ملامح الخطاب اللي انا شايفه ان هذه الحكومه هي حكومه الانتقال الى الجمهوريه الجديده من خلال عده محاور بناء الانسان المصري، عمل برنامج زمني تم تقييم كل 3 أشهر لعرض بيان للمواطنين، وده يمكن ده نهج هيبقى جديد للناس تشوف الحكومه وصلت فين وامكانيه الانجازات اللي تمت، ايضا قياس رد الفعل الشارع المصري، رضاء الشارع المصري لهذه الحكومه. ويمكن كمان هذه الحكومه النهارده هو تحدث ان هذه الحكومه مدتها 3 سنوات، معنى ذلك ان البرنامج الذي سيطبق من خلال 3 سنوات. لا معلش معلش سيادة النائب، ليه حضرتك شايف ان الحكومة مدتها 3 سنين؟ البرنامج مدته 3 سنين، لكن هل ده معناه بالزبط ان الحكومة لازم تقعد 3 سنين؟ لا مش معناه تقعد 3 سنين، لكن هو النهاردة احنا كنا الاول بنبقى موجودين، الحكومة بتحلف اليمين حسب فترة زمنية لرئاسة الجمهورية او حسب ال 5 سنين او 4 سنين. لكن لما نتحدث اليوم ان رئيس وزراء في كلماته يقول ان هذه الحكومه محدده ب3 سنوات، ايضا ذكر في حديث سابق في وسائل الاعلام ان الوزير الذي لا يستطيع ان يطبق البرنامج او لا يستطيع ارضاء تاديه الخدمه للمواطنين مش هيستنى 3 سنين، وده يمكن نهج جديد نراه في الحكومه الجديده. نعم. طيب يعني حضرتك نظرة العامة للبيان حتى دراسته حضرتك استقبلتها مع الزملاء، وخاصة فيما يتعلق بالتعاون بين الحكومة وكل القوى الوطنية، استقبلته ازاي؟ شوف انا اقول لك، وانا راجل من الشارع واحتك بالمواطنين، بقول لحضرتك ينعقد احلام كبيرة وكثيرة على هذه الحكومة. التغييرات طبعا شملت تقريبا حوالي 20 وزير، ايضا التوسع في تعيين نائب رئيس وزراء، 2 نواب رئيس وزراء، ده اول مره في تاريخ مصر. ايضا الاعتماد على عنصر الشباب والمراه، وتعيين اكثر من نائب الوزير لاعطاء فرصه اكبر لتغطيه الخدمات والاشراف. ايضا يمكن ده ايضا الحكومه اعتمد، يمكن وده يمكن كان لافت لنظري، انه تحدث ان هناك مخرجات الحوار الوطني كان لها دور في أمام الحكومة. نعم. لأن الحوار الوطني كان يشمل كافة أطياف الشعب المصري، وتحدثنا في كافة الموضوعات الاقتصادية وسياسية وقومية. يمكن لما الحكومة تلتفت إلى مخرجات الحوار الوطني ده أمر مهم جدا، وهيكون له دور كبير في يمكن الحوار الوطني كان له دور كبير في المواطن ورفع كاهل على المواطن، ايضا وصول الدعم المستحقيه. ايضا تحدثنا في الحوار الوطني بالتحول النقدي من العين الى النقدي. لا ده احنا هنحتاج بقى قعده ثانيه يا سياده النائب
عشان نتكلم على مخرجات الحوار الوطني ودورها في رسم برنامج الحكومة الجديدة وكيفية المراقبة على هذا البرنامج. بشكر حضرتك شكرا جزيلا النائب المحترم سليمان وهدان، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد. حاجة مهمة تانية وقفت عندها في كلام السيد رئيس الوزراء لما أكد سعي الحكومة لزيادة القدرة التنافسية للصادرات، قال بنستهدف نمو الصادرات بأكثر من 15% سنويا، وخاصة في قطاع الزراعة اللي بنستهدف تنميته هو والقطاع الصناعي بتوسع أفقي، توسيع المناطق المستصلحة باستخدام المياه الجوفية، إعادة تدوير المياه وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية وتحسين المحاصيل الاستراتيجية. بس لفت نظري جدا وأثلك صدري كمان الحقيقة كلام أشرت لي في البداية والدكتور مدبولي بيتكلم عن الأمن القومي، حط جنب الأمن القومي أو جوه الأمن القومي الأمن المائي وإحنا عارفين ده، وأمن الطاقة وإحنا برضو عارفين ده، لكن حط الأمن السيبراني. ده الحقيقة موضوع بتكلم فيه بقالي كذا سنة وبشكل مكثف من وقت ما رجعت هنا لمساء دي ام سي في سبتمبر اللي فات، وإن يبقى وعي الدولة بالموضوع ده بالشكل ده يخليني أطمن إن مصر بقت شايفة كل أشكال التهديد، مش بس الأشكال التقليدية عسكرية حدودية مائية طاقة، وده الجديد والمبشر برضو. خلينا نعرف أكتر كيف استقبل هذا المجتمع، مجتمع الأمن السيبراني، هذا الأمر من الدكتور مصطفى مدبولي، من المهندس عمر الشربيني خبير الأمن السيبراني ورئيس قطاع مهم في شركة ساي شيلد للأمن السيبراني. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ أسامة، ومساء الخير على السادة المشاهدين جميعا. حضرتك رغم يعني انت شاب صغير لكن انت بقالك شويه كتير ايدك جوه مجال الامن السيبراني، لما تسمع رئيس الحكومه في الخطاب اللي بيقوله وهو بيتكلم عن برنامج الحكومه يحط كلمه الامن السيبراني في قلب موضوع الامن القومي المصري، انطباعك ايه؟ والله يا استاذ اسامه، ده يعني أنا عشان أكون صريح جدا مع حضرتك، إحنا طبعا بما إننا بنعمل في هذا المجال وبنعمل مع المؤسسات، فإحنا التأكيد على الاهتمام بأمن المعلومات والتحول الرقمي والأمن السيبراني واضح جدا من الحكومة لينا كشركات أو هيئات عاملة في هذا القطاع. ولكن اللي يسعدني جدا إن هو يكون في بيان معالي سيد رئيس الوزراء الجمهور يسمع ان الحكومه دوما بتهتم بالامن السيبراني، اللي بدوره بيعرف الناس ان الحكومه مهتمه جدا كمان بالتحول الرقمي، لان ما فيش يعني دايما لما نقول تحول رقمي يلزمه امن سيبراني او امن معلومات. صحيح، يعني هو حتى الدكتور مصطفى مدبولي اتكلم عن الشباب واتكلم عن الابداع واتكلم عن الاتصالات وبيقول نضع نصب اعيننا ما تتمتع به مصر من مزايا في قطاع الاتصالات ونعمل على تاهيل الموارد البشريه من خلال مضاعفه اعداد المتدربين لتصل لمليون متدرب. خلينا نتكلم على موضوع الامن السيبراني، واحنا اتكلمنا وحضرتك كنت ضيفي موجود هنا واتكلمنا ان المحور الرئيسي او النقطه الرئيسيه عند عشان نحقق ده هو تطوير العنصر البشري وخاصة بين الشباب، فاهتمام رئيس الوزراء وبرنامج انتوا شغالين عليه في القطاع بتاعكم بيترجم امام الحكومة باكملها. طبعا طبعا يا فندم، يعني خليني اقول لسيادتك ان زي ما اتكلمنا كتير ان امن المعلومات هو عنصر بشري، هو اجراءات وسياسات، وهو تكنولوجيا، people process and technology. يمكن دايما اضعف حلقه هي بتكون العنصر البشري. للاسف مع تطور او دخول التكنولوجيا في حياتنا، يعني زي ما بنسميها دخول سلس، مش واخدين بالنا من مخاطر بتاعته. ان احنا النهارده سواء الحكومه سواء حتى القطاع الخاص بيقدم خدمات للجمهور، سواء هو كاستمر بالنسبه له او هو مواطن، الهدف من تقديم الخدمات ده هو تسهيل الاجراءات، هو في نفس الوقت بيزيح تشالنجز كتير جدا عند الحكومه وبيسهلها وبيسرعها وبيدي فرصه للحكومه ان هي تطور من الاجراءات حتى تسهيلا للمواطن وتخفيف عن الاعباء كمان على الحكومه. يمكن مع دخول التكنولوجيا عشان تعمل لنا التحول الرقمي عشان تعمل اللي احنا بنتكلم فيه ده بيجي معاه مخاطر احيانا بتكون المؤسسات او الشركات حتى في القطاع الخاص مش واخد باله من المخاطر دي ممكن تهدده ازاي. النهارده لما بنتكلم عن تهديدات في الامن السيبراني او التهديدات في امن المعلومات،
في الاخر انا بحاول احافظ على الاتاحه، بحاول احافظ على الكونفيدنشاليتي او سريه البيانات بتاعتي او بتاعه العملاء بتوعي، وبحاول احافظ على ان المعلومات دي صحيحه مش لم يتم والحفاظ خلعها. على الاستثمارات برضو اللي تمت خلال طبعا الفترة يا فندم، اللي فاتت. بس خليني أقول طبعا في مقاومة موجودة في المجتمع، في مقاومة موجودة أولا لأنه موضوع مكلف، ثانيا بيحد من حريات الناس إلى حد ما في أنها تشتغل سبهللة وتبقى بياناته مفتوحة على البحري. دلوقتي لما يبقى جاي جوه إطار برنامج الحكومة، الكلام مظبوط ده يا فندم، هينقلكم انتوا كمجتمع امن معلومات، هينقلكم نقلة شكلها عامل ازاي، وهتتعاملوا على اساسه بايه؟ يدينا طبعا دفعة يا فندم، لان لما بيكون دايما احنا بندور في اي مشروع ليه علاقة بأمن المعلومات ان يكون في سبونسر للمشروع. فلما نتكلم على مستوى الدولة، لما تكون الدولة بتسبونسر الاتجاه السايبر سيكيورتي او امن المعلومات ان هو يبقى مطبق الاحتياجات بتاعته، ده معناه ان الحكومة مدركة تماما مخاطر التهديدات وما يترتب عليها او ايه اللي ممكن تسببه. فده بيدينا الفرصه، دايما بيكون اكبر تشالنج زي ما سيادتك قلت ان الناس بتبقى عايزه تبعد عن التغير او بتفتكر ان السكيورتي دايما بيحدد من حركتنا، بل بالعكس لما الناس بتفهم هو المخاطر اللي ممكن تحصل من وراه ازاي، وان احنا اهم على فكره اهم اهتمام للسايبر سيكيورتي او السيكيورتي ان دايما زي ما بيقولوا الاوبريشنز او البيزنس يفضل شغال، ولكن شغال بطريقه مؤمنه. اي حاجه ليها حل، اي حاجه ليها طريقه ان احنا نسهلها، مش لازم دايما نصعب الامور، ولكن هي دايما بيكون التشالنج الحقيقي زي ما سيادتك قلت ان احنا المؤسسه تبقى عارفه ايه الخطوره عليها، ايه نوع الخطوره او ايه اللي ممكن يحصل. هل ممكن يحصل سرقه لفلوس؟ هل لا سرقه بيانات؟ صحيح هل البيانات دي حساسه ممكن تاثر ازاي؟ وبالتالي لما بيفهم المخاطر بيبدا يطلب طيب ايه الخطه. فوجود بيان الحكومه النهارده وان هو بيؤكد ان الامن السيبراني او امن المعلومات ده من الملفات اللي تعتبر امن قومي، لان هي فعلا حقيقه هي دي امن نقلة قومي، نوعية لان فعلا. احنا بنتكلم طبعا يا فندم، طبعا يا تمام، فندم، بيؤكد ان الحكومه مهتمه جدا بهذا الملف. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا للأستاذ عمر الشربيني رئيس القطاع الحكومي بشركة ساي شيلد والخبير في الأمن السيبراني. إذا يعني إحنا هنكمل كلامنا على هذا البرنامج اللي قدمته الحكومة، وهنكمل كلامنا برضو على الكلام اللي يتعلق ب إزاي المجلس النواب هيتعامل مع ده. يمكن أنا سألت النائب طارق رضوان وسألت النائب سليمان وهدان على ازاي بيتعاملوا مع هذا البيان، بس واضح ان لسه في تحفظ من قبل اعضاء مجلس النواب في ان هم يتكلموا عن البرنامج لحد ما يدرسوه. النهارده كان رئيس الوزراء في العرض اللي بيعرضه البرنامج الحكومه بيتكلم على ان في جهود مستمره عشان مصر تجتذب 30 مليون سائح على سنه 2028 من خلال تعزيز القطاع السياحي وتوسيع الأنشطة الثقافية والترفيهية والبيئية والترويج لمصر كوجهة سياحة عالمية، وتحقيق الهدف ده هيسهم في دعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة ويزيد الدخل القومي. إذن احنا يمكن اتكلمنا على مقتطفات، مش بنتكلم على كل حاجة جت في البرنامج، لأن البرنامج أذيع على الهوا موجود على الإنترنت، كلمة الدكتور مصطفى مدبولي موجودة للناس كلها عشان خاطر تشوفها، لكن هي نقاط توقفنا عندها بنقول أو في رأينا إحنا كفريق عمل برنامج مساء دي إم سي إنها نقاط مضيئة أو إنها نقاط هتاخدنا في حالة من حالات التحول إلى ما هو أفضل. اللي كان في وسط كلام النواب واعتقد اللي هو في اذهان الناس كلها اللي متابعه هي تمام الكلام حلو، ولكن التنفيذ هيبقى شكله عامل ازاي. لذلك اعتقد ان الدكتور مصطفى وحكومته عارفين ان الرقابه بس مش هتجيهم من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ولكن الرقابه هتكون موجوده من قبل ال 110 مليون مواطن اللي عندهم طموحات وعندهم تطلعات. طبعا مطلوب منهم ان هم يدوا الحكومه فرصتها انها تقدر تحقق هذا البرنامج، لكن في نفس الوقت لازم الناس يبقوا عارفين ان في حاجه وراهم، في ساعه شغاله،
في كلام بيتقال ان لازم زي ما كان بيقول اعتقد دكتور سامي عبد العزيز ان يبقى في 100 يوم ثم تحاسب الحكومة بعدها او اقل او اكثر. بعد الفاصل هنتكلم عن ازاي المجلس هيتعامل مع هذا البيان من خلال لجنة مختصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنستكمل مع حضراتكم برنامج الحكومة الذي قدمه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم أمام مجلسي النواب والشيوخ، وتحدث فيه عن موضوعات ذكرنا بعضها. المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وجه الشكر والتقدير للدكتور مصطفى على بيانه، وقال نأمل أن البرنامج يلبي طموحات المواطنين وأن يكون في مقدمة أولوياته التخفيف عن المواطن، وقال بيان الحكومة الجديدة ترجمة لتكليفات القيادة السياسية وتوضيح لأولويات العمل والتزام واضح بتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري في المرحلة القادمة. الدكتور حنفي جبالي أعلن تشكيل لجنة لدراسة برنامج الحكومة وإعداد تقرير عنه برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وبتضم 42 نائب. إيه اللي هتعمله هذه اللجنة وهتدرس إزاي والإجراءات هتمشي إزاي؟ هنعرف ده من النائبة المحترمة دكتورة ندى ألفي عضو لجنة مناقشة الحكومة بمجلس النواب. أهلا وسهلا معالي النائب. اهلا بحضرتك، سعيدة ان انا معاكم في البرنامج. اهلا بحضرتك وشكرا للاستضافة. شكرا يا فندم ان حضرتك موجودة معانا. معالي النائبة، خليني اسأل حضرتك، يعني الدكتور حنفي جبالي سمع البرنامج ولكن قال أأمل ان هو يلبي طموحات الناس، اذا هذا الامل في تلبية طموحات الناس منعقد على المناقشات اللي هتعملوها للبرنامج ازاي يلبي طموحات الناس، الاجراءات هتمشي ازاي؟ احنا هدفنا في الاول بعد ما سمعنا كلنا البيان اللي اتلاه الدكتور مصطفى مدبولي، هدفنا احنا والحكومه تحسين حياه المواطن. عايزين نشوف البرنامج وازاي نوصل بالبرنامج لاحسن حياه نقدر نقدمها للمواطن. عايزين ازاي نحد من ارتفاع الاسعار، عايزين ازاي نحد من هموم المواطنين، عايزين ازاي نهتم اكتر بالصحه والتعليم. وطبعا البرنامج الحكومي لوحده لا يكفي بدون برنامج لرفع الوعي، وتبقى فيه خريطه للوعي موجوده توضح خريطه الطريق في كل المجالات عشان نقدر نغطي كل القضايا. أنا دخلت مجلس النواب بقرار تعيين من فخامة الرئيس، وكنت مهتمية قوي قوي بملف رفع الوعي واهتمامي الأكثر بقضية الأشخاص من ذوي الإعاقة، وكان الملف ده فعلا ملف مهمل جامد جدا، وكانت القضية قضية مهمشة، لكن مش قوي كده يا سيادة النائب. سيادة النائب معلش، مش قوي كده، لان انا يعني داخل جوه هذا الملف من 2015 وحصل فيه تطور كبير جدا. عام 2018 لو حضرتك تتذكري كان عام ذوي طبعاً القدرات الخاصة، فبالتالي ما اقدرش اقول انه مهمل جدا بالزبط. ولكن ممكن نحقق فيه ما هو اكثر مما تحقق. لا أنا أقصد مهمل جدا سنين قديمة. يعني أنا ليه بقول كده؟ لأن أنا أم لشاب من ذوي الإعاقة عمره 43 سنة. ربنا يخليه ليكي. فأنا بشوف الهموم اللي كنت فيها زمان من قلة تعليم، قلة وعي، تنمر، صحيح. قضايا صحيح. كتيرة جدا، وإزاي تحولت لقصة نجاح. فده اللي أنا أقصده، وده اللي إحنا عجيب. عايزينه نستمر في وجود قانون رقم 10 لسنة 2018، في وجود لائحة تنفيذية، في وجود صندوق قادرون، ويبقى الملف من ضمن كل الملفات الاجتماعية الأخرى في الدولة، مش هتكون هي دي القضية لوحدها. طب بس ده بيبقى شاغل اهتمامي الأول. يعني يا ريت حضرتك تعرفيني بقى اللجنة اللي حضرتك عضو فيها اللي فيها 42 نائب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين اللي هتناقش برنامج الحكومة،
هل انتوا قريتوا بالفعل التفاصيل ولا انتوا سمعتوا زينا الهيدلاينز اللي اتكلم عنها دولة رئيس الوزراء وقال الطموحات الحكومة انها توصل الى كذا وكذا، تفاصيله وصلت لكم ولا لسه؟ عشان اكون صريحه معاك، انا التفاصيل كلها لسه ما وصلتنيش، تمام. لكن العشر ايام اللي جايين كلها هتبقى دراسه مكثفه للبرنامج. هنغطي جميع القضايا، ازاي هنعمل ونسعى كلنا على تنميه حقيقيه، على نمو اقتصادي جديد، ازاي هندعم البرامج الحكوميه، ازاي نشوف الاهداف تبقى واضحه، اهداف محدده، ولو قدرنا نحدد الأهداف ونحط لها مسار زمني دي كمان هتوضح نجاح أكتر في المرحلة اللي جاية. طيب على أي المجلس طبعا على أي أساس هتقولوا بعد الدراسة لمدة 10 أيام أنكم موافقون بالكامل أو أن هناك تغييرات أو تعديلات أنتوا طالبينها؟ كله هيبان مع التغيير اللي هيتم مع كل وزارة. أكيد كل وزارة هنشوف البرنامج بتاعها، هنقدر نحط عليه الملاحظات، هنشارك في وضع الأهداف، هنشوف البنية التحتية لكل برنامج، وأكيد هنقدر مع الحكومة نسعى لفتح قنوات نقدر نشتغل فيها، نقدر نعمل قناة معلوماتية كمان لإشراك المواطنين معنا في البرنامج. يعني الحكومة مع المجلس النواب مع اللجنة هنقدر نوصل لخطوط واضحة نسعى لتحقيقها إن شاء الله. طيب حضرتك سؤال أخير، معلش بزعجك شوية بس أنا محتاج أفهم وأعتقد المشاهدين محتاجين يفهموا النقطة دي، لأنه شكل مهم جدا أن يبقى فيه ناس بالنيابة عن المواطنين، في النهاردة 42-43 ألف شخص هيتولوا أن هم يشوفوا كل تفاصيل البرنامج اللي في الآخر خالص هيتحول إلى ورقة عمل أو أوراق عمل زي ما حضرتك تفضلتي تشتغلوها سوا مع الجهات الأخرى اللي في الدولة. لكن النهاردة دراسة ده، هل الرقم 42 شخص الممثلين في اللجنة ده رقم كافي لدراسة كل هذا البرنامج؟ أعتقد هيكون رقم كافي، لأنه 42 ممثلين عن كل اللجان اللي موجودة داخل مجلس النواب. ففي خبرات حلوة قوي قوي موجودة في اللجنة، في خبرات وبرامج معروضة، فأعتقد إن احنا ممكن نوصل لأهداف واضحة في خطة زمنية في إطار زمني واضح، نقدر نوصل بيه للنتائج اللي تحقق أحسن أهداف أهداف تنموية نقدر نشتغل عليها. أنا سعيد جدا إن حضرتك كررتي مرة واثنين وتلاتة كلمة الإطار الزمني والخطة الزمنية، لأن فعلا هذا هو ما يريده المواطن، الأهداف والطموحات كبيرة وده شيء مهم، ولكن الإطار الزمني بالنسبة للمواطن اللي مر بفترة صعبة أعتقد إن هو مهم جدا. أنا طبعا بشكر حضرتك شكرا أهم جزيلا. حاجة اتفضلي. أهم حاجة إن احنا نشتغل مع بعض، نخلق فرص عمل، نرفع من شأن المواطن وحياة المواطن إنه يعيش حياة كريمة في بلد تشعر بقيمة المواطن وقيمة الإنسان. مظبوط، بشكر حضرتك شكرا جزيلا النائبة المحترمة دكتورة ندى ألفي عضو لجنة مناقشة الحكومة بمجلس النواب. يعني الناس مستريحة، استراحت وقالت هناك أمل، والحكومة الجديدة برئاسة نفس رئيس الوزراء اللي رأس المجموعة اللي مرت بفترة من أصعب الفترات اللي مصر عدت عليها بسبب ظروف محلية وإقليمية ودولية، فكلنا آمال عريضة وعايزين هذه الأمال تتحقق، وعايزين جنب ما احنا عايزين حكومة تتمتع بالكفاءة، عايزين إن مجلس النواب يورينا قد ايه هو فعلا ممثل لكل المصريين، وان هو لما هتجيله الفرصه يحط ايده في ايدين الحكومه هيعمل ده، لما تجيله فرصه انه يراقب الحكومه هيعمل ده. بالمناسبه المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنميه الصناعيه وزير النقل والصناعه عمل اجتماع عشان يبحث استراتيجيه صناعه السيارات ومستهدفات توطين صناعه العربيات وتعميق التصنيع المحلي.
ويبحث المعوقات والمشكلات اللي بتواجهها الصناعه دي، ويركز على توفير مناخ صناعي مناسب وخطوات حاسمه لتوطين وصناعه السيارات والصناعات المغذيه ليها. والصناعات المغذيه دي برضو عايزه خطين تحتيه، لانها مش بس بنفس الاهميه، دي يمكن اكثر اهميه. الفريق كامل الوزير قال الوزاره بتستهدف تعميق الصناعه المحليه وجذب الاستثمارات خصوصا في صناعه السيارات، لانها معقده ولكن في نفس الوقت كثيفه العماله وفيها الصناعات المغذيه اللي احنا بنقول عليها. والوزاره شغاله باستراتيجيه تعميق التصنيع المحلي. الحقيقه انا شاهد بنفسي على ان هو عمل ده ومشي خطوات طيبه في وزاره النقل في تصنيع وسائل النقل وخاصه الثقيله، سكك حديديه وجر كهربائي ومترو وغيره، فبالتالي ما هواش بعيد عن هذا الملف. قال لازم يبقى في حوافز تجذب الشركات العالمية تشتغل في السوق المصري عشان تلبي احتياجات السوق وتصدر من خلال الوصول لاقتصاديات انتاج كمي تقدر تنافس. قال مصر عندها امكانيات ومقومات تؤهلها لإقامة صناعة حقيقية بدل الاكتفاء بالتجميع، واستراتيجية صناعية فيها حوافز ومزايا تبني قاعدة صناعية كبرى. واستعرض خطوات مشروع ان يبقى فيه مجمع صناعي هيتعمل في شرق بورسعيد مع شركة عالمية في ثلاث مصانع، مصنع يعمل البدن بتاع العربية، مصنع يعمل الدهانات، ومصنع يعمل التجميع عشان يعمل أنواع سيارات مختلفة. أعتقد أن ده أمل كبير كان موجود عند المصريين، أنا شخصيا كنت أقرأ عنه كثيرا يمكن من أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات. آن الأوان أننا نشتغل في هذا الملف بشكل جاد جدا، بدءا من الصناعات المغذية وصولا الى كل ما يمكن ان نصل اليه. نروح بره مصر شويه، والموضوع الحقيقه وصل لمد الايد والشلاليت وخناقه جوه الكنيست الاسرائيلي بين اتنين من اشقاء رهنتين محتجزين في غزه. واحد بيدعم مقترح وقف الحرب والتاني بيعارضه. امن الكنيست طلع شقيق رهينه اسمها ايتسك الجارت بالقوه بعد ما قاطع شقيق رهينه تاني هو عمري ميران اللي كان بيرفض علنا صفقة رهائن تانية مع حماس. بوعز ميران اللي رافض الصفقة قال صفقة متهورة مش ممكن تتم. وداني الجارات اعترض فالامن طلعه، وطبعا ده بيقول الكنيست صوته رايح فين من الصفقة. مقاطع الفيديو اللي طلعت زي ما انتم شايفين بتقول ببساطة ان اللي مع صفقة الرهائن دي هياكل علقة موت، صفقة التبادل. رغم كده الساعات الجايه هتبدا فيها مفاوضات جديده، بيتهيألي هتشتغل مفاوضات لحد ما الكنيست يطلع اجازته نهايه الشهر، فمش هيلاقي حد يعتمد اي كلام يتم الاتفاق عليه. في استطلاع راي في اسرائيل بيقول ان حزب الليكود اللي بيرقصه نتنياهو هيتهزم لو الانتخابات المبكره اتعملت. الاستطلاع عملاه القناه 13 الاسرائيليه، قال ان حزب يميني بقياده نفتالي بنت ورئيس الموساد السابق يوسي كوهين ووزير الخارجيه السابق افيدور ليبرمان ووزير الداخليه السابق جدعون ساعر هيفوز بالانتخابات لو حصلت النهارده، هياخد 32 كرسي. حسب الاستطلاع حزب الوحده الوطنيه اللي بيقوده بيني جانتس هياخد 25 كرسي، وحزب الليكود اللي بيرقصه نتنياهو هياخد 21 مقعد بس، وحزب اياش عنيد اللي بيرقصه يائير لابيد هياخد 13 كرسي بس. استطلاع بيقول ان كتله معارضي نتنياهو هتاخد 63 مقعد، يعني ضده في 63 ناس لو اتعملت انتخابات دلوقتي هيبقوا واقفين ضده، والناس اللي بتأيده 53 كرسي. فيعني معناها ان هيفضل برضو الانقسام موجود عندهم، او الانقسام اللي عايزينه يفضل موجود بالشكل ده. الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجيه كان في مؤتمر صحفي مع مفوض وكاله الاونروا فيليب لازاريني، وقال ان شهداء الوكاله الاونروا ضحوا بارواحهم لاغاثه المدنيين في غزه، وقال مصر مش هتسمح بايجاد اي بديل للاونروا في القطاع. اسرائيل عملت استهداف ممنهج لمدارس ومقرات الاونروا في انتهاك كبير للقانون الدولي، واستخدام اسرائيل لسلاح الجوع في حرب غزه شيء مش مقبول. وطالب الدول المانحه للأونروا اللي علقت
تمويلها للأونروا انها تعيد النظر في الكلام ده، وطالب ان يبقى فيه وقف فوري لاطلاق النار في غزه والسماح بدخول مساعدات كافيه للقطاع. نطلع بره بقى الشرق الاوسط، وفرنسا الحقيقه بيحصل فيها دراما. اول امبارح كنت هنا بقول لكم ان اسهم اليمين مرتفعه جدا بعد المرحله الاولانيه من الانتخابات، لكن المرحله الثانيه قالت كلام عكس ده تماما. دي مفاجاه ولا حد كان يتوقعها. التحالف اليساري حقق الاغلبيه، والوسط هو اللي عمل المركز الثاني، والتحالف اليميني اللي هو كنا بنراهن ان هو اللي هيكسب خد المركز الثالث وما قدرش يوصل للاغلبيه بعد ما كان رئيس الحزب جوردان بارتيلا بيعشم نفسه انه هيكون رئيس للحكومه. تحالف اليسار خد 178 مقعد من اصل 577، ومعسكر ماكرون اللي كان في انتظار ضربه قاضيه بقى عنده قدره انه يصمت، خد 156 مقعد رغم انه كان اصلا معاه 250 في سنه 2022، يعني خسر قرابه ال 100 مقعد. التحالف اليميني بقياده مارين لوبان حصل على عدد تاريخي، مش اللي نفسهم فيه طبعا، لكن عدد تاريخي، بقى عندهم 146 نائب، والجمهوريين عندهم 66 نائب و35 نائب من مجموعة أحزاب صغيرة ومستقلين. عايز أبرهن لكم على صعود اليمنيين، عايز أقول لكم إن هم ما كانش عندهم سنة 2017 غير 8 مقاعد، نطوا بقى عندهم 89 مقعد في 2022، نطوا بقى عندهم 143 مقعد دلوقتي، يعني من 8 ل 143 في فترة لا تتجاوز أو لا تصل إلى العشر سنوات. نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات كانت 66.6، ودي أعلى نسبة من السنة 97. المشهد بيقول إن التصويت زاد بعد ما اليمين بقت أسهمه عالية جدا، ورغم كده اليسار ما قدرش يحقق الأغلبية، فمتوقع برضو ان يكون في برلمان منقسم في فرنسا، لان بقى في ثلاث كتل متعارضه في الافكار، والاجندات هتفضل في حاله منافسه، وحسب الدستور ما ينفعش ان تتعمل انتخابات تانية قبل سنه. رئيس الوزراء الفرنسي طبعا جابرييل اتال قدم استقالته لماكرون النهارده الصبح، ومكتب ماكرون قال ان هو هيفضل موجود لتيسير الاعمال. يهمني في الانتخابات الفرنساوي لقطة واحدة بس، الحقيقة كانت هي الأهم بالنسبة لي، يعني يمكن كانت لقطة أهم من خسارة اليمين. من بداية حرب غزة وأنا عيني على رموز اللوبي الصهيوني في العالم، دورهم في أوروبا عميق جدا وعمال يزيد. منهم كان نائب فرنسي إسرائيلي اسمه مائير حبيب، وأنا بتابع الانتخابات كنت منتظر أنه يتهزم، وفعلا اتهزم، عقبال الكيان كله اللي بيخدمه ما يتهزم. حبيب اللي مش حبيب خسر قصاد كارولين يادان ممثلة حزب جميعا من أجل الجمهورية، حزب ماكرون. حبيب اللي مش حبيب عايش تحت حماية إسرائيل، حول الإعلام الفرنسي لصوت حزب الليكود الإسرائيلي، ونقل وجهة نظر إسرائيل ونتنياهو أكتر من مرة. جربوا كده تكتبوا اسمه مائير حبيب، اتحداكم لو في ظهور رسمي واحد ليه من يوم 7 اكتوبر اللي فات لحد النهارده ما جابش فيه سيره اسرائيل وهاجم حماس وقال لازم ندعم اسرائيل، وكان طالع ضيف دائم في كل البرامج الحواريه، وكانوا بيعتبروه افيخاي ادراعي الفرنساوي، اللي هو يعني لما يحبوا يسمعوا وجهه نظر اسرائيل وحكومه اسرائيل يجيبوه. دخل في خناقات في البرلمان الفرنساوي قصاد اي حد يهاجم جرائم اسرائيل، حتى السفير الفرنسي في اسرائيل هاجمه لان السفير ادان الاستيطان في الضفه، فرد عليه حبيب اللي مش حبيب وقال له اليهودي صاحب ارض مش مستوطن. حبيب اللي مش حبيب ده سمسار اسرائيل في فرنسا، مخلصات العلاقات بتاعهم، يعني اي مسؤول او اي رجل اعمال عايز حاجه في اسرائيل يرفع سماعه التليفون ويكلمه. سنة 2015 ماكرون كان لسه وزير اقتصاد وكان رايح على اسرائيل، فمائير قال له
خدني معاك في الوفد. فماكرون ما رضيش، فحبيب اللي مش حبيب راح اقنع حبيبه نتنياهو يلغي زياره ماكرون وحصل. فبقى من ساعتها مع ماكرون لازق فيه في اي حاجه تخص اسرائيل. انهزم حبيب اللي مش حبيب، وما اسمه مائير حبيب، مش عارف يقرب لجولدا مائير ولا لا، لكن لسه افكاره وسلوكه وعلاقاته ولسه اللوبي بيشتغل عقبال هزيمه اللوبي كله. وادي الحقيقه بتتكشف للعالم تدريجيا لحد ما بقت واضحه وضوح الشمس. في امريكا بايدن مش لاحق ياخد نفسه من كتر الضرب، المصايب نازله ترف عليه من كل حته. لوفول ساندرز مذيعه استضافت بايدن في راديو اسمه ووردز، دي محطه اذاعيه مملوكه لاصحاب البشره السمراء في بنسلفانيا. الراديو قرر يقيل المذيعه اللي اعترفت انها عرفت بايدن وحملته الاسئله اللي هتسالها له في اللقاء. مديره المحطه ساره لوماكس منزله بيان بتقول فيه ان كمان حمله بايدن والبيت الابيض هم اللي قدموا الاسئله للمذيعه، عشان كده اتفقوا مع المذيعه على الانفصال. رجعت للقاء عشان اعرف هي كانت ايه الاسئله، لقيتهم هم اربع اسئله بالعدد هقولهم لكم. اولا رؤيته للانتخابات، تمام، موضوع عادي جدا. ثانيا انجازاته اللي فخور بيها، برضه سؤال طبيعي لانه رئيس حالي. ثالثا أداؤه في المناظرة قدام ترامب، سؤال كان لازم يتسأل. رابعا نصيحته للناخبين اللي لسه ما حسموش أمرهم، يمكن ده اللي يبقى فيه شوية كلام. فلورين هيت متحدثة حملة بايدن قالت إن فعلا الحملة إدت أسئلة للمذيعة لكن ما اشترطتش إنها تقبلها، خصوصا إن الأسئلة مرتبطة بالأخبار الجديدة وعن رغبات الأمريكان اللي من أصول إفريقية. في آخر كلامها قالت وطالما زعلانين خلاص يا سيدي مش هنقدم لكم اسئله تاني للمذيعين، الحق علينا يعني بنحاول نقدم لهم اسئله تخلي الحوار سخن وحراق. خلصت المصايب على كده؟ لا، بايدن لسه عايش في صداع لحد ما ينسحب بالانتخابات. سي ان ان نشر تقرير جديد بيقول ان الحزب الديمقراطي خايف من خساره الانتخابات الرئاسيه والبرلمانيه بسبب بايدن، ومجموعه من النواب عملوا مكالمه مجمعه مع زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفرس وقالوا له بايدن لازم يتنحى. مصادر كانت في المكالمة قالت لسي ان ان المكالمة كانت مليانة قلق بسبب الضرر اللي ممكن يحصل للحزب الديمقراطي، الأغلبية هتروح منهم في البرلمان، رغم ان في أصوات في المكالمة دفعت عنه لكن الأغلبية كانت بتقول انه لازم يمشي. موقع اكسيوس برضو نشر موضوع عن المكالمة وده بيأكد انها حقيقية، وخصوصا ان كلام طالع شبه بعضه. ومصدر قدمه الموقع على انه ديمقراطي قال الاسبوع اللي فات كله كان جلسات استماع ومناقشة بس مفيش قرار لسه. نحط اقالة المذيعة جنب مكالمة النواب ونسأل لو كان اداء بايدن في المناظرة كويس هل المذيعة كان هيتم اقالتها؟ لو كان بايدن ما تهزش قصاد ترامب وتريقته كان برضه هيتم إقالة المذيعة؟ بايدن من كام ساعة طلع بيان بيكلم الديمقراطيين بيقول إن رغم كل التكهنات والتقارير الصحفية أنا مصمم على إني أكمل في السباق الرئاسي وهزم ترامب، وقال إنه عمل مباحثات مع مسؤولين في الحزب ومع ناخبين عاديين، وقال أنا مقدر قلقهم، صدقوني أنا مش أعمى، أنا مدرك المسؤولية وشلتها في 2020 والمخاوف سببها ان هم بيحترموني احترام حقيقي وعشان مسيرتي. وبعدين طلع قال شوية كلام عاطفي اكتر وقال ان جاي له تعبيرات مليانة مودة ودعم من اعضاء الكونجرس وانه استمد القوة من الناخبين اللي شاف في عينيهم عزم وتصميم، وقال ما كنتش هترشح لو مش شايف اني اقدر اهزم ترامب. قال انا سبق وحصلت على ترشيح الحزب وعندي 3900 مندوب والحزب اختارني، هل الحزب ملوش كلمة؟ أنا مرشح الحزب مش مرشح الصحافة ولا مرشح شوية أشخاص، إزاي ندافع عن الديمقراطية في بلدنا لو تجاهلناها في حزبنا؟ المثل المصري بيقول إيه؟ بيقول قالوا للجمل الجمل طلع النخلة، فقال لك آدي الجمل وآدي النخلة. هنشوف النهارده هنتكلم على
حاجه مهمه جدا وقضيه مهمه جدا، وعدتكم من يوم السبت اننا هنتكلم فيها النهارده، اللي هي القضيه السودانيه والمؤتمر الخاص بالقوه المدنيه والسياسيه في السودان اللي اقيم في القاهره. لكن قبل ما ننتقل لهذا الحوار، في 15 جامعه مصريه دخلوا في التصنيف العالمي للتخصصات الجامعيه في الفنون والعلوم الانسانيه والتكنولوجيا وعلوم الحياه والطب والعلوم الطبيعيه والعلوم، وفعاليه تسليم الشهادات بالاشتراك مع تصنيف كيو اس كانت موجوده هنا في مصر بحضور معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور ايمن عاشور. تعالوا نشوف. النهارده هو اول احتفاليه تتم من كيو اس لتوزيع جوائز الجامعات الفايزه في تصنيف الكيو اس. الساده رؤساء الجامعات اللي فازوا النهارده بنتشرف بالاحتفال بيهم في هذه الاحتفاليه. برحب بحضراتكم. نظمت وزاره التعليم العالي والبحث العلمي احتفاليه لتكريم الجامعات المصرية المنضمة حديثا لتصنيف كيو اس العالمي وفق أحدث إصداراته لعام 2025، والتي تضم ترتيب 1500 جامعة من مختلف جامعات دول العالم. هو ده احتفال الحقيقة بالتصنيف العالمي لمؤسسة كيو اس، فلأول مرة في مصر تعقد هذه الاحتفالية في 15 جامعة مصرية طلعت في التصنيف العالمي على مستوى العالم، وهما جايين يوزعوا الشهادات بتاعت الجامعات ال 15 اللي هم فازوا في التصنيف او هم صنفوا على مستوى العالم. التصنيف هو تقييم للجامعات على عدة معايير مختلفة، يعني منها السمعة، خاصة تصنيف الكيو اس يعني بيعتمد على السمعة الأكاديمية والسمعة التوظيف والسيتيشنز او الأبحاث العلمية والنشر العلمي ومدى انتشار الأبحاث العلمية في الاقتباسات. طبعا احتفاليه متميزه، كيو اس ده تصنيف دولي عالمي، التصنيف في حد ذاته شيء مهم جدا لانه بيعكس مدى جوده التعليم واداء الجامعه لرسالتها في بناء اجيال. فالحمد لله الاكاديميه العربيه للاكولوجيا والنخل البحري النهارده احنا موجودين عشان نحتفل مع وزير التعليم العالي بان الاكاديميه تكون واحدة من الجامعات اللي تدخل تصنيف الكيو اس الدولي، وتكون واحدة من أفضل الجامعات في مصر الحمد لله رب العالمين. 15 جامعة مصرية انضمت للإصدار الأخير لتصنيف كيو اس لأفضل الجامعات العالمية اعتمادا على عدة عوامل أبرزها جودة التعليم. هو المؤتمر النهاردة هو احتفالية الحقيقة بمناسبة صدور التصنيفات بتاعة سنة 2025 للجامعات على مستوى العالم، وطبعا احنا شفنا طفرة السنة دي ابتداء من السنة اللي فاتت والسنة دي استمر هذا، طفرة في عدد الجامعات المصرية اللي بقت مدرجة ضمن أفضل الجامعات عالميا، وكمان الترقي أو ارتفاع الجامعات المصرية في الترتيب عن السنوات السابقة. اليوم نحن نكرم في تصنيف كيو اس رانكينج البريطاني من السيد وزير التعليم العالي، خاصة بعد أن استطاعت جامعة القاهرة أن تتقدم أكثر من 200 مركز في السنوات الأخيرة وتصبح في الترتيب العام 350 على مستوى العالم من أكثر من 31 ألف جامعة. الحاضرون أجمعوا على أن التقدم المتواصل في نتائج التصنيفات الدولية يعكس بوضوح حجم التطوير الكبير في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والاهتمام بالنشر الدولي في السنوات العشر الماضية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش هعمل مقدمة طويلة، لكن متهيألي كل مشاهدين عارفين اننا امام ازمة كبيرة وربما تكون كارثة كبيرة، سواء على المستوى الانساني او على المستوى السياسي، في بلد شقيق هو يعني تربطه بمصر كل الروابط، حتى انه لا يمكنك في احيان كثيرة ان تميز بين البلدين، وربما تكون اساءة عندما تتحدث
عنهما كبلدين مصر والسودان. الأزمة كبيرة ولا بد من إيجاد حلول، زي ما قلت امبارح وزي ما قلت أول امبارح إن مصر تدعو لمؤتمر للقوى السياسية والمدنية في السودان. هذا ليس من باب الوجاهة السياسية أو الاجتماعية، ولكنه من باب المسؤولية تجاه الشعب الشقيق والمسؤولية تجاه الأمن القومي المصري السوداني، اللذان لا ينفصلان عن بعضهما البعض. هدخل على طول في الموضوع وبعد انعقاد المؤتمر الذي دعا ليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضرته القوى المدنية والسياسية في السودان، وحضرته أيضا المنظمات الإقليمية والدولية وكذلك عدد من الدول المهتمة بالشأن السوداني. اسمحوا لي أرحب بضيوفي الكرام، الأستاذ الهندي عز الدين الكاتب والمحلل السياسي وأحد المشاركين في المؤتمر، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا أستاذ. والباحث السوداني الأستاذ صلاح خليل الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذ. والصديق العزيز الأستاذ أحمد إمبابي الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الإفريقية بروز اليوسف، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا محمد. أستاذ الهندي، يعني خليني أبدأ بما كتبته حضرتك على منصة إكس، وقلت تشرفت بمقابلة فخامة الرئيس السيسي صباح اليوم بقصر الاتحادية ضمن مجموعة من قيادات المؤتمر، وقلت مصر أهم دولة في الإقليم وهي نموذج السلام والأمن والتنمية. الرئيس السيسي كان صادقا جدا وجادا وحزينا لما يجري في بلادنا، وحمل القوى السياسية السودانية مسؤولية إعادة السودان أفضل مما كان. عايز أخد من التويتة اللي حضرتك كتبتها دي لأنها معبرة عن أشياء كثيرة جدا، حضرتك تحب تقول لنا عن ما دار في خلدك وانت بتكتب هذا الكلام؟ نعم، اشكرك استاذ اسامه وكل مشاهدي القناه اينما كانوا. التويتر تعبير عن المشاهدات داخل هذه الجلسه، وهو لقاء جمع الرئيس فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قاده القوى السياسيه والمدنيه التي شاركت في هذا المؤتمر الذي انعقد يوم 6 في العاصمه الاداريه. هذا المؤتمر يجمع عدد كبير من القوى السياسية والحركات المسلحة التي وقعت على اتفاق سلام جوبا عام 2020 وأصبحت جزء من السلطة. في نهاية هذا المؤتمر التقت هذه القوى مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية، تحدث عن الأزمة في السودان، عن الحرب في السودان، عن دعواته للقوى السياسية السودانية في ضرورة التوافق والخروج بالسودان من هذه الأزمة. صراحة كان صادق ما وصلني من إحساس، وكان جاد وكان حزين كما قلت. نعم. في هذه التغريدة وظهرت في تعابير، ونحن نعرف كسودانيين اهتمام الشخصي منذ تسلم السلطة في مصر بالسودان بصورة خاصة، لدرجة أنه أول زيارة للرئيس عبد الفتاح السيسي للخرطوم كانت زيارة قادمة من مؤتمر الاتحاد الأفريقي في غرب. نعم. أفريقيا، وأتى مباشرة دون ترتيبات مراسمية وبروتوكول، فاجأ. نعم. السلطة هناك، ولذلك اهتمامه قديم بالسودان، دعا إلى أن تتجاوز هذه القوى هذه الصراعات، قال السودان في أعناقكم، السودان في أعناقكم، يجب أن تتجاوزوا كل المرارات كل الإحن، ما حدث من دمار وتخريب في السودان يحتاج إلى سنين طويلة لإصلاحه، محطات الكهرباء، محطات المياه، الجامعات، المدارس، البنية التحتية كلها، البنية التحتية كلها، الطرق، الكباري. وبالتالي هو حديث قائد يعرف صعوبة البناء، صعوبة. صح. البناء والتنمية، لأنه يعاني في هذا المجال، كيف الآن مصر الحديثة، الطرق، الكباري، الجسور، المدن الجديدة. وبالتالي هو ينظر للسودان الآن الذي تأخر بسبب هذه الحرب ربما لعشر سنوات. نعم. أستاذ صلاح، يعني بيؤلمني جدا لما أسمع من حد من المتخصصين وأبقى بتكلم معاه وبتناقش فيقول لي انسى السودان. إزاي أنسى السودان؟ وإزاي أهل السودان تهون عليهم السودان إلى هذه الدرجة؟
في الواقع هي طبعا نظرة ربما إن يعني تركزت على ما شهده السودان من ثورة في ديسمبر، لأن أفرزت جيل جديد، أو دعنا نسميه أفرزت نشطاء وليس نخب سياسية. لذلك لو رأينا سابقا نجد أن في السودان هنالك نخب سياسية وأحزاب سياسية، يعني أفرزت نخب سياسية كبيرة جدا ساهمت بدور كبير في علاج الأزمات في السودان. أما الآن بعد ما انهيار نظام الإسلام السياسي، يعني ظهرت ليست نخب سياسية وليست قوة سياسية، لأنها هي عبارة عن نشطاء، فبالتالي الناشط ليس لديه القدرة لعملية استيعاب الوطن وتنبؤ بالأزمات ووضع الحلول، وبالتالي تكون عنده رؤية استباقية للنظرة لمعالجة أشياء أخرى. لذلك ما حدث في 25 يناير من إنفاق 25 ديسمبر في السودان ذكرني بما حدث في 25 يناير في مصر، لأنه أنا كنت هناك شفت نسبة الإنفاق الضخم جدا على الثوار الموجودين، فبالتالي أنت تتزائر في ذهنك من الذي ينفق على هذه هذا الجيل. فبالتالي هذه الثورة صنعت جيل ربما كان يأمل في بعض السياسيين الموجودين على الساحة السياسية أن ينتقل السودان إلى مرحلة أخرى، ولكن يبدو واضحا أن هذه النخب أو الناشطين تسببوا في كارثة حقيقية، فبالتالي قادت السودان إلى حرب ربما يعني أسهمت بدور كبير جدا في عملية الدمار وبالنسبة للبنية التحتية، وأيضا عملية إذلال ونزوح للشعب السوداني في ظل ظروف إنسانية غاصية جدا. نعم أستاذ أحمد، يعني هل حضرتك شايف أن المؤتمر أسهم بإيه؟ يعني هل هو بداية طريق ولا، وأنا متأكد حتى لو كان بداية طريق فهو طريق طويل جدا وصعب، شايفه إزاي؟ نعم، اسمح لي في البداية أستاذ أسامة أولا أسجل شكري لحضرتك على هذه الدعوة، وأسجل شكري أيضا على تخصيص هذه المساحة لمناقشة ملف مهم وهو قضية السودان. وقبل ما نتكلم على مخرجات وأهمية هذا المؤتمر وما انتهى إليه، يجب أن نتوقف أمام السياق العام لانعقاد هذا المؤتمر والدور المصري وليه مصر دعت لهذا المؤتمر. الحقيقة أنا عايز أتوقف أمام تصريح قاله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في إبريل الماضي مع مرور عام من الحرب على السودان، قال للأسف أن أزمة السودان أصبحت أزمة منسية بسبب تداعيات الحرب على غزة أكثر وخلال الأشهر الماضية وانشغال العالم بالحرب على غزة. ولكن الحقيقة الدولة المصرية لم تنسى أزمة السودان طوال الأشهر الماضية، على مدى أكثر من 15 شهر على الحرب الداخلية في السودان. الدولة المصرية داعمة لاستقرار السودان، وهناك مجموعة من الإجراءات قامت بها الدولة المصرية، يمكن الدولة المصرية أول دولة تعاطت مع الحرب من اليوم التالي لاندلاع هذا الحرب. وبالتالي هذا المؤتمر يأتي ضمن حزمة قدمتها الدولة المصرية ولازالت تقدمها من أجل العمل على استقرار السودان باعتبارها أن هي مصلحة أساسية للدولة المصرية. النقطة الثانية أو البعد الثاني لتناول هذا المؤتمر، ما الذي يختلف أو كيف يختلف هذا المؤتمر أو هذه المنصة، منصة مؤتمر القاهرة للقوى السياسية والمدنية السودانية، عن باقي المبادرات التي شاهدناها، ما باقي المبادرات الإقليمية والدولية؟ أن هذا المؤتمر لأول مرة يجمع الفرقاء السياسيين في السودان في مائدة حوار واحد في مؤتمر أو منصة واحدة. يمكن للأسف من ضمن إحدى إشكاليات الأزمة السودانية أن هناك حالة استقطاب شديدة ما بين القوى السياسية السودانية، هناك تكتلات سياسية أبرزها مثلا الكتلة الديمقراطية وقوى الحراك الوطني، هذا في اتجاه أو معسكر، والمعسكر الآخر القوى التنسيقية الخاصة به أو ما يسمى به تقدم. لأول مرة منذ اندلاع الحرب ومنذ حتى بداية الأزمة منذ الإطاحة بنظام عمر البشير في إبريل 2019، لأول مرة تجتمع هذه القوى السودانية معا في مجلس حوار واحد. وده انعكاسه ايه؟ انعكاسه اولا خطوه او قيمه مضافه حققتها القاهره ان تجمع هذه الفرقاء من اجل البحث عن التوافق المفقود في الساحه السياسيه السودانيه. الامر الاخر ان مصر وفرت لهذا المنصه وهذا الحوار او هذا المؤتمر الدعم الدولي والاقليمي بحضور مختلف المؤسسات الدوليه والاقليميه المعنيه بالسودان، بدايه من الامم المتحده، الاتحاد الافريقي، الجامعه العربيه، الاتحاد الاوروبي، وبالتالي اعطته قوه دفع دوليه واقليميه من اجل انجاح هذا المؤتمر. ثم
وصولا بالبيان الختامي أو ما ناقشه هذا المؤتمر والمشاركين فيه حول ثلاثة نقاط أساسية. النقطة الأولى تتعلق بآلية وقف الحرب وضرورة وحتمية وقف الحرب، ثم والنقطة الثانية ضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة من الحرب والمتضررين من هذه الحرب، والنقطة الثالثة كيف يمكن التأسيس لرؤية سياسية شاملة في السودان والحل السياسي للسودان. ويمكن البيان الختامي تضمن توصيات في هذا في هذه النقاط الثلاثة، وأنا أراها أن هي خطوة على الطريق الصحيح من أجل بداية حل سياسي شامل في السودان. طيب دول الثلاث موضوعات أو الثلاث توصيات، هم الثلاث محاور اللي احنا هنتكلم عنهم مع ضيوفي النهاردة خلال هذا اللقاء، لكن هتوقف مع فاصل قصير ونستكمل الحوار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرة أخرى مع ضيوفي الكرام لمناقشة الملف الهام جدا، ملف السودان. الأستاذ الهندي عز الدين، إذا كان برنارد لويس يعني نشر وبوضوح وعارفين أن المخطط هو تقسيم السودان بشكل مفزع عما حدث في بين الجنوب والشمال، فلكن إزاي القوى السياسية المختلفة لم تنتبه إلى هذا الكلام وهي تتعامل معه؟ نعم طبعا، هو في النهاية كل هذه الصراعات مركزها السلطة، البحث عن السلطة، عن المقعد، كل التغييرات ما يتشكل من ثورات أو انقلابات أو كده هو صراع السلطة، ولذلك السلطة مسكرة لهذه القوى السياسية. المشروع التقسيم قديم، تم بجنوب السودان باستدراج النظام السابق، اتفاقية نيفاشا 2005 باعتبار أنها تؤسس لوحدة سودانية جديدة فيها التعدد لمراكز القرار، فيها إثنيات مختلفة، جنوب السودان مسيحيين مسلمين أفارقة عرب، كل هذا الشتات يتم دمجه في دولة واحدة. ولكن مشروع نيفاشا نفسه اللي هو كان مشروع أمريكي هو يؤسس لتقسيم السودان، وقد كان يعني كانوا يتحدثوا عن أنه وحدة جاذبة، لكن في الحقيقة أن مشروع الانفصال كان في داخله، لأنه أسس خلال الفترة الانتقالية من 2005 إلى 2011 ست سنوات أسس لدولة منفصلة، يعني كان في شبه حكم ذاتي. جنوب السودان كان عندها ممثليات تشبه السفارات، يعني كان في سفارة لجمهورية السودان وفي ممثلية للحركة الشعبية بقيادة جون غران، وبالتالي هذا المشروع يتكرر من بعد ذلك. بعد الثورة أيضا قوى أجنبية دخلت عبر واجهات مختلفة أثرت على المشهد السياسي، أصبح للسفراء الأجانب دورهم، أصبح السفير البريطاني يصلي بالمتظاهرين في ميدان الاعتصام، هذا غريب يعني، عرفان صديق يعني سفير من أصول باكستانية مسلم كان سفير بريطانيا في يعني حين نعم يأم البريطانيون الصلاة في السودان نعم وفي ميدان الاعتصام. ومن بعد ذلك أصبح القرار الوطني مستلم من الخارج. هذه التوترات كلها والتدخل الخارجي أسس لبيئة فيها كثير من السيولة السياسية والأمنية، أصبح مركز القرار الدولة، الجيش، الأجهزة الأمنية ضعيف جدا في ظل هذا الخضم. كان الشباب يريدون تغيير على النظام السابق بوضع أفضل، الثورة في جانب الاقتصادي، كان التلاميذ في مدرسة الدمازين جنوب السودان الشمالي تظاهروا لأنهم لم يجدوا الخبز لوجبة الفطور، وكانت الرغيفة بجنيه، فكان زاد الولايات المحافظين زادوا إلى 2 جنيه، فقامت الثورة لأسباب احتقانات سياسية أخرى سيطرة الحكم مراكز معيشية وغذتها القوى الخارجية. وبعد التغيير أصبحت الرغيفة 50 جنيه، تضاعفت 50 مرة، وبالتالي الأثر الأجنبي داخل الوضع السياسي. الآن هذا المؤتمر، مؤتمر القاهرة، فرصة لتوحيد هذه القوى، فيه قوى الثورة وفيه قوى أخرى كانت ضد التغيير بهذه الصورة العنيفة، لتتوحد كل القوى السياسية السودانية لمشروع دولة جديدة تؤسس على قضايا. حضرتك شايف نفس الرؤية يا أستاذ صلاح ولا مختلف شوية عنها؟ والله أنا لا أعتقد أنه ما طرحه الأستاذ والزميل الهندي عز الدين يبدو أنه واضحا، ولكن الرؤية مختلفة وضبابية. لدينا قوى سياسية لا تمتلك رؤية
للدولة السودانية. ثانيا تعتمد اعتمادا كليا في عملية التمويل على الفوائل الإقليمية والدولية الفائلة في الأزمة. وسؤال يفرض نفسه لدى الرأي العام الشعب السوداني إنه من ينفق على هذه القوى السياسية؟ في التي تتجول في. ده سؤال الشهير، ده سؤال المليار دولار بقى، مش المليون دولار. وفي المقابل يعني مستحيل أن يكون هنالك تمويل من غير أجندات لهذه القوى السياسية. الجانب الآخر رأينا إنه هذه القوى السياسية إذا أبرمت اتفاق سواء كان أوقفت الحرب أوكي ورجعت إلى السودان وحصلت انتخابات أو تشكيل حكومة ستحصل على صفر كبير. ده إذا كان الشعب السوداني سامع هذه القوى ملهاش تواجد. الجانب الآخر أوكي هذه القوى لا يمكن أن تعمل على إحلال سلام أو وقوف الحرب لأنها سوف تفقد أهم مصدر لها هو عملية التمويل، وهي لا تملك رصيد مالي ضخمي، يعني كلهم نشطاء، فبالتالي ليس. لذلك عملية تأسيس القوى السياسية الموجودة في المهجر، ولدينا تجارب في المنطقة العربية، شفنا حكومات موازية في سوريا في اليمن في ليبيا وأيضا في أمريكا اللاتينية، شفنا حكومات موازية لإسقاط أنظمة سواء كانت ديكتاتورية أو تغيير أنظمة سياسية. كل الأنظمة أو الحكومات التي اتخذت من المهجر أن تتفاعل مع الداخل فشلت، وبالتالي فشل المشروع. جانب آخر يتعلق أيضا بأن هذه القوة يعني تعمل يعني حتى يومنا هذا هذه القوى السياسية لم تدين بشكل واضح وصريح بأن هنالك مرتزقة تقاتل مع ميليشيات الدعم السريع وارتكبت جرائم ضد الشعب السوداني وإذلال الشعب السوداني، بالتالي يعني هذه القوى لا يمكن أن تعبر عن الداخل السوداني. نعم أستاذ أحمد، أي وجهتي النظر حضرتك تتبنى أم أن هناك وجهة نظر ثالثة؟ يمكن الأساتذة تحدثوا عن عنصرين أساسيين. العنصر الأول هو فكرة التأثير الخارجي أو الأجندات الخارجية من بعض القوى الدولية والإقليمية، وعنصر التمويل اللي اتكلم عنه الأستاذ صلاح حسن. أنا في تقديري أن هذين العنصرين سبب أو عرض لإشكاليتين أساسيتين أو مشكلتين أساسيتين في السودان. أنا في تقديري ومن خلال قراءة عميقة يعني في الأزمة السودانية، أن إحدى الإشكاليات الأساسية في السودان هي غياب حالة الاندماج الوطني داخل المجتمع السوداني، ويمكن المشكلة دي من أيام منذ الاستقلال في 56، دي إحدى الإشكاليات الأساسية في السودان، حالة التنوع. يمكن إحنا دايما وإحنا بندرس، حتى وأنا في دراستي مثلا في جامعة القاهرة للسودان وملف السودان، دايما كل الأدبيات اللي تتناول التاريخ السودان بتتناول السودان باعتباره مرآة لأفريقيا. ما معنى مرآة لأفريقيا؟ مرآة بسبب حكم التنوع أو تعدد القوميات والقبلي والإثنيات. لدينا أكثر من 500 إثنية أو جماعة قبلية، أكثر من 115 لغة تخاطب، وبالتالي حالة التنوع والتعدد دي منذ الاستقلال جميع الأنظمة الوطنية في السودان التي حكمت السودان منذ الاستقلال حتى الآن لم تقدم مشروع وطني جامع للهوية السودانية، وبالتالي لم تستثمر حالة التنوع في السودان، وكانت إحدى الإشكاليات الأساسية التي. طب ده التاريخ، ولكن أنا لما أجي أبص على الحاضر الواقع واقع. تمام. إزاي أجمع ده بشكل سريع؟ ما هي ده بسبب غياب المشروع. و العنصر الثاني، المشكلة الثانية اللي هي في تقديري كانت إحدى أسباب حالة الهشاشة في بنية الدولة السودانية وفي بنية الحكم في الدولة السودانية هي ميراث الصراعات الطويل. لو نظرنا أن هنجد أن السودان منذ بداية الثمانينيات حتى الآن تقريبا لم تغب عنه الحالة الصراعية. من بداية الثمانينيات 20 سنة حرب داخلية مع الجنوب، ما بين الحكومة المركزية والجنوب، وبداية الألفية كانت ظهرت مشكلة الاقتتال الداخلي أو الحرب الداخلية في دارفور وحالة الصراع الداخلية في دارفور. وفي هذه الفترة بالتزامن أيضا المشكلة اللي كانت في الشرق مع بعض القبائل اللي هي في شرق السودان، والتدخل أو الحرب مع إريتريا أو التنافس مع إريتريا في فترة التسعينات تقريبا، وبالتالي الحالة الصراعية لم تغب عن مشهد الدولة السودانية حتى الآن، وقائمة حتى ما بعد الإطاحة بنظام عمر بشير كانت إحدى صور غياب الاندماج الوطني وميراث الصراع المسلح الكبير، كانت هي حالة الانقسام الشديدة وحالة الاستقطاب الشديدة ما بين القوى السياسية داخل السودان. وبالتالي
هذا الاستقطاب وهذا التعدد وهذا حالة الانقسام دي أعطت فرص، أنا في تقديري أعطت فرص لقوة دولية وخارجية للتدخل. طبعا انتهزوا الفرصة، وده طبيعي بالزبط. انت لما تكون مشكلة عندك هيجي لك اللي يستثمرها. أتوقف هنا أمام تصريح قاله نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عكار، كان في زيارة في يونيو الماضي للقاهرة، كان استخدم مصطلح مهم جدا، أن كثرة المبادرات وكثرة المبادرات الدولية والإقليمية في التعاطي مع ملف السودان تعطي أبوابا خلفية للتدخلات الخارجية، وهي دي إحدى الإشكاليات اللي أنا في تقديري هي دي المشكلة أو التشخيص الحقيقي للأزمة في السودان. بعد الفاصل ضيوفي الكرام هيطرحوا علينا الحلول اللي برا الكلام المنمق اللي ممكن يخرج في بيانات من المؤتمرات، وأنا واثق ثقة شديدة جدا في وطنيتهم، حتى الأستاذ أحمد إمبابي المصري هو له هوى سوداني أيضا، فبالتالي هنعرف منهم هم شايفين التحرك يبقى إزاي. فانتظرونا بعد هذا الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الجزء الأخير هنسأل ضيوفنا عن الحلول العملية وليس الكلام المنمق على الورق. أستاذ الهندي عز الدين، رأي حضرتك إزاي نخترق هذا الحصار اللي معمول داخليا وخارجيا على السودان؟ طبعا بعد الحرب بثلاثة أسابيع تم توقيع اتفاق ما بين الجيش السوداني القوات المسلحة السودانية والدعم السريع ميليشيا الدعم السريع في جدة في 11 مايو ثم في 20 مايو اتفاقين. الاتفاق الأول يتحدث عن المساعدات الإنسانية وكيفية وصولها، والاتفاق الثاني يتحدث عن وهل وصلت المساعدات الإنسانية؟ ضعيفة جدا، يعني 5% حكومة السودان قالت ما كان في من مؤتمرات في هذا الجانب وصل منها 5%، ولذلك المجتمع الدولي يتحدث كثيرا ولكنه لا يدعم. الاتفاق ده هو أساس الآن، معظم القوى السياسية تطالب بتنفيذ هذا الاتفاق لأنه يطالب بخروج الدعم السريع، طبعا موجود في مناطق مدنية، موجود في بيوت المواطنين في خرطوم في بحري في مدني. الدعم السريع دخل على غرى ولاية الجزيرة وليس فيها جيش، هاجم المدنيين، يسرق السيارات لاستخدامها. يعني هل الحل هو خروج الدعم السريع ولا يعني هو خروج الاتفاق أشمل الاتفاق نفسه يقرر خروج القوات، طبعا لم يقل لانه اتفاق بين طرفين لم يحدد انه الجيش او الدعم السريع نعم اي قوات، لكن عمليا الموجود هو الدعم السريع، يعني الجيش غير موجود، ولذلك العوده للتنفيذ؟ نعم قابل للتنفيذ، وكل القوى حتى القوى الدولية تطالب بالرجوع إلى جدة ولكن تنفيذه، لأنه الجيش عاد إلى جدة في المرة الثالثة ولكن الدعم السريع يتعجج بحجج مختلفة، ثم أنه يمارس عمليات عسكرية ما بعد جدة نفسها، دخل على نيالة والجنينة مناطق جديدة، لذلك الموضوع جدة هو أساس للعودة. اثنين المسار السياسي وتفعيله، ده حصل من خلال مؤتمر القاهرة الذي انعقد اليومين الماضيين، حيث أنه ظل خلال الستة أشهر الماضية الحديث عن العمليات الحربية عن دخول دعم السريع وليس العمليات السياسية. نعم الآن تحول الملف إلى سياسي، كل الجلبة التي حصلت في الأسبوع الماضي سواء قادحة أو مادحة لمؤتمر القاهرة هي نشاط سياسي لأول مرة، قبلها كان الحديث عن سقوط مدينة عن تحرير الجيش لمدينة وكذا، الآن عاد الملعب السياسي وعادت حيويته. اليوم استقبلت بور سودان عاصمة إدارية مؤقتة للسودان حيث يقيم ويمارس الأعمال الرئيس عبد الفتاح البرهان، استقبل نائب وزير الخارجية السعودي، ويبدو واضحا أنه محاولات مكثفة لإعادة الحياة لمنبر جدة. أيضا هنالك زيارة متوقعة غدا لرئيس وزراء إثيوبيا لأول مرة منذ اندلاع الحرب في السودان قبل 15 شهر. رئيس وزراء إثيوبيا. نعم أبي أحمد سيصل غدا إلى بور سودان، لا نعرف تفاصيل ماذا يحمل طبعا، ولكن هو من القوى الفاعلة بالتأكيد. هو من القوى الفاعلة وتحالف تقدم المعارضة الآن والأقرب إلى الدعم السريع بصورة أساسية، ظل يعقد مؤتمراته طوال العام الماضي واجتماعاته في أديس أبابا، وشارك هذا التحالف أيضا في مؤتمر القاهرة بفاعلية، ويبدو أنه وعى كثير من الدرس ويريد أن يعود المسار السياسي له، أن تعود له فاعلته. فالحل في المسار العسكري في تفعيل جدة،
اثنين المسار السياسي وقد بدأ في مؤتمر القاهرة لأول مرة تجتمع هذه القوى المختلفة تحت سقف واحد وفي بيان مشترك في القاهرة. تحالف تقدم مثلا الذي يضم أكبر حزب، حزب الأمة القومي الذي كان يقوده السيد الإمام الصادق المهدي رحمه الله، يقوده الآن اللواء فضل الله بورمناصر متقاعد، وحزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل وهذا حزب منشق عنه ورافض لتحالف تقدم، أيضا حزب الاتحاد الديمقراطي الأصل بقيادة السيد محمد عثمان المرقني وهذا حليف تاريخي لمصر. هذا من القوى التي وافقت على هذا البيان الختام، ودي القوتين الأساسيتين في السودان، دي الحزبين اللي حققوا أعلى مقاعد أرض. اليوم نعم. في الأرض شعبية، عندهم شعبية لأن السودان مقسوم إلى أنصار وختمية، اتحاديين وحزب أمة، اتحاديين الذين تاريخيا كانوا يطالبوا بالوحدة مع مصر في الخمسينات، وحزب الأمة الذي كان يطالب بالاستقلال، دي القوتين الأساسيات في نعم. السودان. أستاذ صلاح خليل، يعني برضو عايز أعرف إيه في رأيك اللي هو ممكن يدينا يعني فسحة للنفس حتى فيما يتعلق بالملف السوداني؟ في الواقع هو أنا أعود إلى العلاقات الدولية، هنالك سياسات صمت حيال الأزمة الحالية في السودان. إذا نظرنا إلى المجتمع الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي كفاعلين رسميين في الأزمة السودانية، يبدو أنه واضحا أنه السياسة الأمريكية التي تتبع النمط الدبلوماسي التي قامت بتعيين توم تريلو كمبعوثا للسودان في عملية دعم للحوار السياسي سواء كان الأودة إلى منبر جدة أو حتى مع القوى السياسية، ولكن الدبلوماسية الأمريكية بتعتمد على مسارين متناقضين، المسار الأول تعتمد فيه على الاتحاد الإفريقي والثاني على الإيجاد، وكلا المنظمتين يعني ربما يعني منذ تأسيسهما لم يعملا هما مغلولة أصلا، يعني ما عندهمش الإمكانية exactly. منذ تأسيسهما لم يقوما بحل أي أو فض نزاعات في السودان ولا في غير السودان ولا في إفريقيا بشكل عام. على سبيل المثال الاتحاد الإفريقي، القوة الإفريقية المتواجدة في الصومال مفروض سوف تنتهي في ديسمبر 2024، مفروض وقفا للوائح الاتحاد الإفريقي يتم تجديد القوة أو عدم تجديد لها من خلال 6 شهور، نحن في يوليو حتى اللحظة لم يتأكد من ذلك، ودلالة واضحة بأن الاتحاد الإفريقي يعتمد بشكل كبير والإيجاد على عدد المانحين له في الأزمة السودانية من أجل الوصول إلى حل. جانب آخر يتعلق أيضا بأنه الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والفوائل الدولية تعلم جيدا بأن هنالك فوائل إقليمية ودولية حليفا للولايات المتحدة تعمل على هذا المسار لتعجيج الصراع في السودان، وقبل أمس القريب هنالك شحنات للإمدادات العسكرية تصل من دوالة في الكاميرون ثم إلى تشاد ثم إلى دارفور، وهي تعلم جيدا بأن هذا مسار لعملية الدعم العسكري لميليشيات الدعم السريع، لذلك طال قياب الحسم العسكري في مقابل الجيش السوداني بأن هذه الإمدادات لو وقفت لكان الجيش السوداني حسم هذه المعارك من شهور طويلة. جانب آخر يتعلق بالموقف السياسي، الموقف السياسي، القوى السياسية عليها أن تدرك تماما إذا أرادت الأودة أو تشكيل حكومة أو الأودة إلى ممارسة السياسة في السودان، القوى السياسية التي تتخذ من المحجر عليها الأودة إلى بور السودان والالتقاء برئيس مجلس السيادة من أجل أن تكون قريبة من الشارع السياسي السوداني، وأيضا وليس الحديث أن الشعب السوداني في ظل مؤتمرات مقلقة في ظل عملية تسول باسم الشعب السوداني. نعم أستاذ أحمد مبابي، برضو يعني عايز رأي حضرتك في هذا، يعني لأن أنا كنت ابتديت أخد شوية قرعة أمل كده من الأستاذ الهندي، قال الأستاذ صلاح وراح قافلها لي في وشي. هو الحقيقة أستاذ أسامة، أنا شايف بالنسبة للحل أو الحل المستقبلي في السودان، أنا أرى في تقديري أنا الشخصي أن الرؤية المصرية أو المقاربة المصرية هي المقاربة الأشمل للحل في السودان لعدة اعتبارات، لأن المقاربة المصرية قائمة على مجموعة من المحددات بتستهدف في الأساس الحفاظ على الدولة السودانية ووحدة الدولة السودانية وكامل سيادة الدولة السودانية على أراضيها.
أنا مع العلم ان في محددات زي اللي طرحها الاستاذ صلاح الخاصه بالتواجد العسكري، التواجد الاجنبي، التدخلات، دعم طرف على حساب طرف. بالتاكيد كل هذه العناصر وهذه العوامل موجوده، واحنا يمكن تحدثنا عنها في تشخيص الازمه. انا في تقديري ان هناك ثلاث عناصر اساسيه يمكن من خلالها نؤسس او يتم التاسيس لحل ايجابي او تاثير ايجابي في الازمه السودانيه. اولى هذه الحلول، اولا توحيد المبادرات، مبادرات الحل. لو تابعنا منذ اندلاع الحرب ابريل العام الماضي حتى الان في اكثر من مبادره اقليميه ودوليه، ابرزها طبعا منبر جده، ومبادره الاتحاد الافريقي، مبادره الايجاد، ثم المبادره الاشمل اللي عقدت في القاهره في يوليو الماضي اللي هي دول الجو. انت شايف ان الاربعه دول لازم يتكاملوا في ودي كانت دعوه واحد. ودي كانت دعوه القاهره في اليه دول الجوار اللي عقدت في 13 يوليو الماضي، وكانت احدى توصياتها توحيد هذه المبادرات في مبادرة واحدة. وبيان البيان الختامي لمؤتمر القاهرة أكد دعم مسار جدة باعتباره هو الحل للعمل على وقف الحرب. فأتمنى أولا أن يتم توحيد المبادرات في مبادرة واحدة يدعمها الجميع ويتوافق عليها الجميع. ده رقم أو البند الأول أو النقطة الأولى. البند الثاني أو العنصر الثاني هو ضرورة الحل السياسي الشامل، ويمكن دي المقاربة بتطرحها مصر أو أكدت عليها مصر وأكد عليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقائه مع القوى السياسية بالأمس، لأنه حمل أو مصر بترى أن جزء من المسؤولية فيما يحدث في السودان يتحملها القوى السياسية أو القوى السياسية والمدنية. طبعا. وبالتالي يجب أن إنهاء حالة الاستقطاب الداخلي، أن تتجنب كل القوى أجندتها السياسية، وأن تستهدف هو أن تتوحد أو أن يكون هناك توافق على مشروع سياسي شامل لاستدامة الحل أو استدامة السلام في السودان. العنصر الثالث والأهم هو توحيد الجهود الدولية. يجب أن يكون هناك توحيد للتدخلات الإقليمية والدولية، سواء من القوى الإقليمية للاتحاد الأفريقي. الاتحاد الأفريقي طرح مبادرة مؤخرا بأن يكون هناك لجنة رئاسية برئاسة الرئيس الأوغندي تعمل على جمع طرفي الحرب، قائد الجيش وقائد قوات الدعم السريع، في بلجنة رئاسية من 5 رؤساء من القادة الأفارقة، بجانب عقد قمة استثنائية في المستقبل. ولكن يجب أن يكون هناك دعم دولي من حتى من الأمم المتحدة، من الفاعلين الدوليين، من المعنيين بالملف السودان، من أجل إنجاح هذه الجهود. إذن يجب أولا توحيد المبادرات، توحيد الجهود، الحل السياسي الداخلي، توحيد الدعم الدولي. أنا أعتقد مع توحيد هذه الأطر أو المسارات يمكن أن نشهد حل للأزمة السودانية. كلام عظيم اللي بيقوله الأستاذ أحمد، لكن طبعا هو للأسف كله بيتكلم عن حلول من خارج السودان، في حين أن زي ما الرئيس السيسي قال وزي ما ضيوف الكرام تفضلوا، يجب أن يأتي الحل من الداخل. المسؤولية على السودانيين في أن يحافظوا على بلادهم، على وحدة بلادهم، على حقوق الشعب، على الحالة اللي يجب أن يصل إليها الشعب بدل من الحالة المأساوية اللي هم عايشينها اقتصاديا وإنسانيا. نتقدم بخالص الشكر لضيوفي الكرام الأستاذ الهندي عز الدين الكاتب والمحلل السياسي السوداني، شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا. خالص الشكر للباحث السوداني الأستاذ صلاح خليل الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا لحضرتك. وخالص الشكر للأستاذ أحمد مبابي الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الإفريقية بروزا اليوسف. ألقاكم بكرة على خير إن شاء الله، وتصبحوا على ألف خير.